حالك زين؟ الحمد لله. فدل فدل فدل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ حيا الله وسهلا. كيف حالك؟ بخير. الله يسلمكم حياكم الله. كيف حالك؟ طيبة؟ والله بخير. أحسنت. ما شاء الله. وناصر؟ نعم. عالم الجماعة. ها ما تخدمك. ما يستوي. ما تخدمك. شيء علوم؟ ماشي. ما علمت بشيء؟ ابدا ما سمعنا الا الخير. دامت علوم الخير. منصوبكم ما سمعت بشيء. ابدا سلامتك كل الخير. حياكم الله. نعم، تفضل. الحقيقة جاي نخطب بنتك ريم لأخي داود. أبو ناصر. نعم. جدي يعقوب إيش تعرف عنه؟ جدك يعقوب طال عمرك ومحمود كان متزوج أربع. كمل. يقول لك في يوم من الأيام سأل عليهن كلهن بأربعتهن ويقوم يطلقهن ذيك الساعة بأربعتهن. نعم. ويروح يتزوج أربعة غيرهن نفس الليلة. ايه هذا الرقام الاول. زين ومن هو اللي ربط اخوه تحت السمرة سبع ايام لا غدا ولا عشاء لحد ما مات؟ من هو هذا؟ هذا طال عمرك جدك الثامن كان يسميه صالح. يا ربي فلفل حار ما يتفاهم لبر. يقول لك لما يزعل ما يعرف اخ ما اخ. نعم ما حد قداله. زين وإيش السبب اللي رضى تحت السمرة لحد ما مات؟ أكيد هاي سالفة شينة وما زينة يعني. عاد ما شينة. عاد ما شينة. هذا جن أخوه جن. يقول لك باغي يزوج بنته حال واحد رجال غريب ما من العائلة البر ولا من القبيلة. لا من صوبة ولا من ثوبة. نعم. هذه السالفة الله يسلمك أنا خبرني عنها أبوي قبل لا يموت الله يرحمه. نعم خبرني. لكن قلت لي عاد ان عائلة النطاح هذه عائلة معروفة وما يزوجوا بناتهم لأي حد، ما كذاك يعني؟ عائلة النطاح عائلة مقامات ناس معروفين. طبعا ما يزوجوا بناتهم على أي واحد يا أبو محمود. يقول لك شيخ من الشيوخ مرة سألها مستوي عندكم لأهل النطاح جاء يخطب حن بناتهم. زين زين ولما رفضوه طش في المجلس وقام ويتكلم ويرتفع صوته وطول لسانه ذيك الساعة. قال أنا شيخ وشيوخ ترفضوني؟ انتوا واد نطاح تعرف موقع لهم؟ تيوس. افا ما انا وسكتوا عنه؟ ها طبعا ما سكتوا عنه. طش ذيك الساعه واحد من جدودك ويطلع ذيك اللسان من داخل حلقه ويتع 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 ويقصها ذيك الساعه تقطيع وحطه في ليله. قال دوك هذه المره مقطعين لسانك واذا عدتها مره ثانيه هنقطع راسك. سمعتوا؟ يقول قطع لسانه وحطه في ايده. خان نعم مرحبا. تعال غنم اشرب قهوتك. قهوت رخصنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جيرونا. جايني فطفوره وسمعته بالله عليك. اشوفه ومنينا؟ والله ما عندهم شغل باقي نشام ولاد نطاحه. حتى بالله عليك. بس بصراحه انت ما شاء الله عليك حافظ التاريخ كله. حتقوم يحسدني عاد معلومتين عرفنا عنكم انت يمتحن. لا لا بس هذه شهاده يا ابو ناصر. هذه الشهاده انا اعتز فيها. لا 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 ما حد اعتز فيها. نعم نعم اكيد اكيد. بس ما قلت لي يا ابو ناصر من جدودي اللي كان سيفه البتار من ثقله خمسه فرسان ما يقدروا يشلوله وكان لما يركب الخيل الله يرحمه كان يقطع روز 20 فارس اللي كان يغزيهم. نعم ويجيبهم معه في جونيه. من جدودي هذا يا ابو ناصر؟ ما عرفته؟ لا بعدني ما عرفته بصراحه. هذا جدك اللي ابوك سماك على اسمه. جدي سليمان الله يرحمه الحين ذكرته. ريم
يما شفتي؟ شفت ان ابوي رفض يزوجني الرجال اللي جاي يخطبني لانه ما من عائلتنا طاح. انا بس ابغي افهم لمتى بتخلوني كذي معلقه يما؟ ترى انا كبرت. ابوكي ما منعك يا بنتي، بس كل شيء له اصول. وبعدين متى عائلة النطاح زوجون بناتهم الناس غرب؟ بس الرجال اللي جاي يخطبني معروف بأخلاقه ودينه. ما قلنا شيء يا بنتي، بس ما من عائلة النطاح، فكيف نزوجه؟ مستوفين الشروط طال عمرك، بس المؤسسة محتاجة مدير واحد فقط، وأنا بصراحة ما عرفت من أختار منهم، لأن كلهم على نفس الدرجة والكفاءة. عشان كذا جبت لك ملفاتهم. أنت مالك الشركة ورئيس التنفيذي، وأي قرار يصدر منك راح نعمل به دون أي نقاش. كم واحد هم؟ 4 طال عمرك، نفس الدرجة ونفس الكفاءة، وهذه ملفاتهم. لا لا ما يحتاج ملفات، ما يحتاج، بس عطيني أساميهم الثلاثية وقبيلة كل واحد منهم. ولا أقول لك خلنا نختصر، ما عندنا وقت. في حد منهم من عائلة النطاح؟ إيه في واحد اسمه سلطان. سلطان؟ سلطان ود من؟ سلطان ود سعيد الصايغ من الجماعة طال عمرك. ود سعيد الصايغ هذا لا من الجماعة ولا شيء، أنا عارف ثاني أصله وفصله، لكن إيش نسوي؟ محسوب علينا الحين. المهم حط سلطان هذا المدير، والباقي رجعوا إلى وظائفهم الأولية. أي نعم. وبعدين يا جاسم الله يهديك، أنت لا تجيني في مثل هذه المواضيع، أنت المفروض تعرف كل شيء لأنك أنت من عائلة النطاح، وأنت عارف هذا الشيء أنك هاي الأمور لازم ما ترجع لي فيها. واضح واضح طال عمرك، راح نعمل بهذا المعيار في الترقيات بشكل دائم، وراح نخليه ضمن استراتيجيات المؤسسة في خطط الاختيار والتوظيف. هذا انت الحين صح، يعني ما تجيب لي حد الا من عائله النطاح. ولا يهمك. شوف هذا بعد الهاتف يرن. هاي محمود ولدي. ايوه محمود، هلا ابوي، كيف حالك؟ الحمد لله بخير وعافيه، كلهم طيبين، امك واختك يسلمون عليك. ها إن شاء الله متى الوصول؟ كم الساعة طائرتكم؟ ها إن شاء الله توصلون بخير إن شاء الله، يا الله توصلون بالسلامة إن شاء الله. مع السلامة، حياك الله. محمود ولدي بيوصل يوم هو حرمته وولده ما شاء الله. سلام إن شاء الله. الله يسلمك. هل ولدكم وين؟ ما شوفه معكم؟ الولد نايم يا أبوي. زين الحين ما وقت النوم؟ ترى صبرينا ما مقصرة معه، حطت له جدول معين، وقت للنوم ووقت للراحة ووقت للحليب. زين زين صبرينا، لا تستحين من أي شيء، ترى البيت بيتك. محمود حرمتك ما تفهم عربي؟ تفهم؟ شوي شوي. شوي شوي زين، يوم شوي شوي الباقي بتكفل فيه ريم، بتعلم كل شيء. أفا عليكم، ما عندي مشكلة، بس بشرط تدفع. ندفع بعد؟ هيه هالأيام ما في شيء ببلاش. خفي علينا يا أم الفلوس وكملي أكلك. كيفك أنت الخسران. أقول محمود. هلا أمي. ولدك ما يشبهنا خير شر.
طالع على أمه. بعد زين طالع على الأم. والشعر طالع على الأب. لكن ما عليه، إن شاء الله المرة الجاية بيطلع عليكم. أقول لك محمود، عسى صابرين حرمتك من عائلة معروفة في آسيا، ترى احنا عيال النطاح ما يتزوجوا من حي الله عائلة. الحمد لله. خير؟ ايش فيه يا ريم؟ ما فيش، شبعت، تغدت وشبعت وروحت، ما فيش. كم لغتكم؟ تفضلوا تفضلوا صابرين، كلي كلي كلي، بنعلمك عربي ما مشكله، خلي يا ريم. والله ادري يا ريم، انت اختي وانا عرفك عدل. انزين حاولي تكلمينا، حاولي تقنعينا، حاولي تفهمينا على الاقل. اكلم من؟ اكلم ابوي؟ اساسا هو ما يتفاهم، هو في على لسانه غير كلمه النطاح وعائله النطاح. صدقتي والله، ابونا ما عنده غير عائله النطاح وعائله النطاح. انزين امي، امي على الاقل بتفهمك، حاولي تكلميها فهميها على الاقل. امي ما منها امل، واقفة في صف عمرها ما تغلطة. السلام عليكم. استريح استريح استريح. سمحوا لي شوي، انا كان عندي اجتماع. تفضلوا، ايش بخاطركم؟ الله يفضل عليك، احنا بخاطرنا كل خير، احنا جايين نخطب بنتكم المصونه لابننا، واحنا من عائله النطاح اصل وفصل. بس الوالد الله يرحمه لما راح يسجل بياناته في الجواز كان شوي صوته متبحط، والموظف الله يهديه كان سمعه ثقيل، وبدل النطاح سجل الملاس وصارت الملاس. ولو كان الوالد يفك الخط يقرأ ويكتب كان صحح المعلومة. يصير يصير كل شيء يصير جاهز. نعم، لكن كيف أعرف أنكم أنتم من عائلة النطاح؟ يعني مفروض أني أتحقق من الأمر وأعرف أصلكم وفصلكم، ولا أنا غلطان؟ لا 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 لا، ما غلطان، ومن حقك تسأل. وإذا تبالنا نجيب لك ناس من الشواب الأوليين اللي حيين ما ماتوا، إحنا حاضرين. لا لا لا، ما يحتاج تشوفوني، أنا ما أريد شهود ولا شيء، أنا بروحي بختبركم بنفسي، يعني إذا كنتم من النطاح أو ما منهم. تفضل. تعرف الضب؟ الضب؟ هي الضب. نعم إني أعرفه. تعرف إيش اسم ولد الضب الرضيع عندكم في العائلة؟ إيش تسمونه؟ اسم ولد الضب؟ يا باي قول لك ولد الضب وش اسمه؟ اسمه. شفت كيف؟ ما تعرف ولد الضب. يعني أنتم ما من عائلة النطاح، يعني تقصون علي أنا؟ لا لا لا. ما في واحد من عائلة النطاح ما يعرف اسم الضب وولد الضب. ولد الضب اسمه حسن. اي لو كنتوا من عائلة النطاح كنت عرفت. بس احنا كان قصدنا اشرب يعني. قهوتك وتوكل على الله. ولد النطاح ما يزوج بنته الا منهم. تفضلوا. حرام عليك يا الوالد، حرام عليك، حرام عليك في اللي جالس تسويه في ريم. ترى ريم عادت صغيرة، حاول تفهمها شوي وتحترمها. وعشان ما هي صغيرة اروح ازوجها اي حد مني والدرب؟ يعني ما قلنا لك يا ابوي زوجها اي حد، بس في نفس الوقت في ناس اللي تقدموا لها ناس ما فيهم اي عيب، يعني في اللي طبيب استاذ جامعي، ناس ما فيهم اي عيب. طبعا هذول بس اثنين غير اللي رفضتهم انت، لانهم ما من عائله النطاح. لو كانوا من عائله النطاح كنت زوجتهم. بعدين انت يفترض تحسب حساب اصل وفصل عائلتك مثل ما كانوا يسوون اجدادك. الحين انت تطلب مني أزوج ناس أقل منك؟ والله يا أبوي هالناس اللي تقول عنهم أقل منا، أنا ما أشوفهم أقل منا بأي شيء. إذا أنت ما تشوفهم أنا أشوفهم، يكفي أنهم ما من عائلة النطاح. حرام عليك يا أبوي، حرام عليك في اللي جالس تسويه فريم، ترى ما يصير. أنا أبوها وأدرى بمصلحتها.
وفي نفس الوقت يا ابوي انا اخوها وادرب مستقبلها. حتى لو كنت اخوها اسمعني زين، ما باك تتدخل في هذا الموضوع مره ثانيه، وهذا انا قلت لك. خلاص عيل، انا بطلع من هالبيت ومالي فيها رجعه مره ثانيه. روح، ما حد مكلفنك. محمود حبيبي تعال لا تروح. خليه يروح، عاد هذا يفرض رايي علي انا، خليه يروح. ما في زين هذا الامور، انت بعدين في موت؟ من قال اني انا بموت؟ بعدين انت ما تسمح لك تدخل وما يخصك في اموري. ارباب ريم دبر اكلمك. انا ما اريد انت موت. انا كل يوم فكر مشان انت، انا ما في نو. انت فيس مال انت سمسم هذا كمرد فوق، انت داخل مال قلب مالانا من زمان. كل يوم انت خلي قلب مالانا ايمان. الله عليك يا خان، بصراحة ما توقعت انك تطلع شاعر ورومانسي. لا صوت مالنتي سيم سيم كناري، يجي داخل تلفون مالني يطفي ناري. شوف انا هذا كلام حلو واجد في معلوم، لكن بعدين في كول بعدين، لكن الحين كيف في ترتيب مشان زواج. انت ريت زواج مشانني، انا ريت زواج مشان انت، لكن بابا مال انت، بابا مال انت نتاه في مشكل كبير. وقت هو في معلوم انا في زباخ، بعدين ما في زواج خلاص، في موت. انا درست واجتهدت لحد ما وصلت اللي وصلت له، وانا الحين مدرس جامعي. اما بالنسبه للبيت الحمد لله عندي بيت كبير وجاهز ومن دورين بعد. البيت والشغل ما كل شيء، في شغلات ثانية انت ما تعرفها. بسألك بس لا تاخذ بخاطرك. لا تفضل. انت من عائلة النطاح؟ النطاح؟ لا انا ما من عائلة النطاح. ما حد من عائلة النطاح يقرب لك او يقرب لحد من اهلك او من طرف الحريم مثلا؟ لا ابدا ما يقرب لنا.
ما يقربوا لكم. ريم؟ 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 وانت جاي تخطب بنتي وانا فكرتك من عائلة النطاح. اسمعني، روح شوف لك وحدة ثانية من ثوبك. اما احنا ما نزوج بناتنا الا من جماعتنا، وشرب قهوتك. سليمان، 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 مصيبة يا سليمان. خير؟ ايش صاير؟ ايش في بعد؟ ريم. ايش في ريم بعد؟ ريم شردت مع خان.